راس الشرف دكه افتح. السلام الوطني حرس الشرف سلام كن. دكه افتح. حرس الشرف جنبك افتح. وخلال تصريح صحفي مشترك أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية العلاقة المشتركة مع إسبانيا. وأشار رئيس مجلس الوزراء في كلمة له بالتصريح الصحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى اتفاق بالذهاب لجدول أعمال يؤسس للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات متعددة. أكدنا على أهمية العلاقة وتطويرها بين البلدين الصديقين العراق وأسبانيا في ظل وجود مشتركات كثيرة وفرص واعدة للنهوض بهذه العلاقة في عدة مجالات. اتفقنا على أن
نذهب بجدول أعمال خلال عام نؤسس فيه الطريق للوصول إلى إطار للشراكة الاستراتيجية بين العراق وأسبانيا، تؤطر عملنا وعلاقاتنا في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والمجتمعية. أكدنا أنه نبدأ بتشاور سياسي دوري سنوي بين البلدين وتكثيف الزيارات المتبادلة بين الطرفين، كذلك أهمية عقد اجتماع اللجنة المشتركة العراقية الإسبانية في دورتها 13 في بغداد في منتصف عام 2024. أيضا وجهنا الدعوة إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر بغداد إن شاء الله. وجهنا كذلك كل القطاعات والمؤسسات العراقية للانفتاح والتعاون مع نظرائهم في إسبانيا. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنطقة تمر بظرف عصيب في ظل الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة. وثمن رئيس الوزراء خلال التصريح الصحفي دور إسبانيا وموقفها بإدانة الاعتداءات التي تجاوزت القانون الإنساني. هذه الزيارة أيضا تأتي في ظل ظرف عصيب تمر به المنطقة، حيث الاعتداءات الكبيرة والتي ارتقت إلى أعمال إبادة جماعية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. طبعا في الوقت الذي نثمن فيه دور إسبانيا وموقفها الشجاع في إدانة هذه الاعتداءات التي ارتقت إلى مستوى الجرائم الإبادة الجماعية وتجاوزت كل القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي وكذلك قوانين الحرب، فإننا نأمل المزيد من الجهود للضغط على الدول العالم لإيقاف هذه الحرب المدمرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وكذلك إطلاق سراح الأسرى والرهائن.